طبعا وانا جاي من شغلي من المعمل على البيت، كنت نازل على الارض على ارضنا، وانا نازل ما كان في ناس هيك متجمعة، ما شفت لك الا تجي قذيفة انفجار كبير صار، ما دويت على اشي من صوت الانفجار، وقعت بالارض يعني غبت عن الوعي، ما بشوف حالي الا بعد تقريبا 4 5 ساعات وانا غايب عن الوعي، ما بشوف حالي الا بمشفى ميداني. اخر كلمة سمعتها من الدكتور كان بيقولوا انه 1% عايش 99 ميت، يعني ضليت قبل ما اجي 6 شهور وانا متحاصر نايم على النقالة، نسبة اني صرت شخص على كرسي، يعني في كتير امور كتير صعوبات واجهتها، ما يعني ما انا كنت متقبل الفكرة.